ازاي احمي نفسي من شره؟ هسألك ازاي احمي نفسي من شره؟ مبدئيا كده العلم بيقول انه المدير بالنوعيه دي ان انت لازم كل حاجه دوكيومنتد. ناخد عليه سكرينات يعني. ما بنتكلمش غير واتساب وميلات. بالميلات. يبقى كل ليه بقى انت بتأمن نفسك. تأمن نفسك دي اول نقطه. تاني نقطه عشان ما يستغلنيش وما يأذينيش. طبعا. طب ما الناس هتخاف على فكره، ده مدير يعني هيخافوا يشتكوه. هي انا ما قلتش نشتكيه. على فكره قلت نهدده. اللي هو احنا معاك كل السيديهات كلها معايا. لا لا لا، بصي اقول لك على حاجه، ليه انا امن نفسي ان انا كل حاجه تبقى علشان يبقى انا في الامان في السيف سايد، انا احس ان انا مطمن ومرتاح بغض النظر بقى هستخدم ده او مش هستخدم. بالظبط. تاني نقطه بقى، ما تدخلش معاه في جدال، ما تدخلش معاه في نقطه صراع، ما غلطش نفسي. صوتي علشان انا يعني او طبيعه شخصيات معينه صوتها بيبقى عالي، لا انت معاه بالذات وبالتحديد صوتك او يعني الالتيتيود بتاعك، حاول ان انت تحد من ده لان ممكن يمسك عليك غلطه. لان هي دي النوعيه من المديرين، هو ممكن يمسك عليك اقل حاجه وده حقك. فانت لازم تتامن نفسك. انت عارفه الحاجات دي هتتعلمها امتى؟ لما تتعامل مع النوعيه دي من المديرين كذا مره حقيقه. وبرده الفكره كلها ان انت لازم يبقى في شنطتك مجموعه من المهارات اللي حقيقي هتنجحك وتخليك تستمر بعد 3 شهور. في شنطتك دي ليه؟ شنطتك ولا عقلك؟ يعني دي كنايه ولا بجد؟ بستخدم الكنايه. اوكي. انا دايما بقول ان انا دايما قبل ما اروح الشغل كنت دايما، كنت زمان لما كنت عملت انترفيو، الانترفيوز دايما لما كنت بعملها حتى انا اتش ار، وبقعد بقى مع مدير موارد بشريه، لان يا اما تقعدي مع مدير موارد بشريه، لا اما صاحب العمل، لا اما الاتش ار. انا كنت دايما بقعد مع مدير الموارد البشريه، فيقول لي اكسبتد، اقول له تمام بس انا لازم اجهز شنطتي. يقول لي لا انت شنطتك جاهزه وتعالي من بكره. طب انا عايزه اجهزها. ايه الشنطه اللي انا كنت هجهزها؟ اول حاجه كنت هجهزها هي اللي انا فكره ان انا ابقى عندي فعلا مرونه في التعامل مع الناس. ودي ما اتعلمتهاش من يوم وليله، ولازم ان انت تبقى انت عندك مرونه. ما تدخلش لمديرك بمشكله، انت تدخل لمديرك بفكره ابداعيه. انت لازم ان انت تحط حل للمشكلة قبل ما تدخل تقول المشكلة هي. يبقى أول نقطة يبقى عندك مرونة، تاني نقطة يبقى أنت عندك فن وقدرة على حل المشكلة، تالت نقطة مهمة جدا هي القدرة على إدارة الوقت. أنا بتكلم مش بس شنطة في الشغل، في الوظيفة، في الحياة، بتكلم مع الحياة عامة. والشخص اللي بيقدر يدير وقته في شغله بيقدر إن هو إنتاجيته بتعلى جدا، لأنه في حقيقة الأمر بيبقى نايم كويس قوي، فتركيزه بيبقى عالي كويس قوي، نفسيته بتبقى احسن حاجه، انتاجيته بتبقى احسن واحسن حاجه. طيب. نقطه مهمه، انا رابع نقطه اللي هي هتبقى في شنطتنا هي تحديد وصياغه اهدافي الشخصيه. لما انا اكون داخل شغلي وانا عامل الاربع ادوات دول انا هنجح وهكمل الوقت اللي هو 3 شهور هعديهم. طب في تايب تاني من المديرين بيبقى يعني اسمها ايه؟ انت ابتزاز عاطفي. بيبقى كلامه لطيف جدا وبيبقى بيتعامل بطيبه، بس هو في الاخر اغراضه غير يعني شريفه، اللي هو انت ابن الشركه، انت يعني كل ما هتدي اكتر كل ما هتلاقي، ما بنلاقيش في الاخر. ده نتعامل معاه ازاي؟ لانه بيبقى تريكي قوي، هو باين كويس. خلينا نقول نسبه 50% من الريزيجنيشن او الاستقالات بتكون بسبب المديرين، فاحنا هنا بنتكلم في نسبه كبيره جدا. الطريقة دي أو الطريقة اللي هي الابتزازية دي، أنا دلوقتي أنا بنصح أي حد موجود في أي وظيفة في الدنيا وحاسس بعدم أمان وظيفي، نصيحة لازم تدور على مكان تاني.